سيد، أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. تواصل التحقيقات في اغتيال زيدان والجيش يعيد فتح الطريق المؤدية إلى مستديرات الأمريكان. جلسة الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله تشدد على أهمية انعقاد الجلسات التشريعية وضرورة التوصل إلى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني. الرئيس التركي يصف سياسة الملك سلمان بن عبد العزيز بأنها صمام أمان للمنطقة. صباح الخير. يتوجه رئيس الحكومة تمام سلام اليوم إلى اسطنبول للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في ظل توجه لدى بعض الدول إلى إدراج فقرة في البيان الختامي تدين حزب الله. في هذا الوقت أكدت جلسة الحوار 27 بين حزب الله وتيار المستقبل على أهمية انعقاد الجلسات التشريعية وضرورة التوصل إلى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني. وانعقدت الجلسة في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل وبحضور الوزير علي حسن خليل. وعقب الجلسة صدر بيان جاء فيه استكمل المجتمعون نقاش القضايا الوطنية وشددوا على تعزيز دور الدولة والأجهزة في متابعة ملفات الفساد ومكافحتها وجرى تأكيد على أهمية انعقاد الجلسات التشريعية تحقيقا للمصلحة الوطنية وضرورة الوصول إلى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني. أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق المؤدية إلى مستديرة الأمريكان مكان وقوع الانفجار الذي أودى بحياة المسؤول الفتحوي العميد فتحي زيدان، وتم إزالة أنقاض سيارته التي استهدفها الانفجار فيما قام عمال النظافة التابعة لبلدية صيدا بتنظيف المكان وإزالة أثار الانفجار. أنهى فتحي زيدان الملقب بالزورو المسؤول العسكري لحركة فتح في مخيم المية ومية اجتماعا أمنيا عقده في المخيم لتنسيق وتعزيز الإجراءات الأمنية، وفي طريق مغادرته قضى بتفجير عبوة قدرت زينتها بحسب بيان صدر عن قيادة الجيش بنحو كيلوغرام من المواد المتفجرة زرعت تحت بقعة سيارته من نوع بي أم قرب المدرسة الإنجيلية عند مستديرة الأمريكان في صيدا والتي تؤدي إلى مخيم عين الحلوة. حريق كبير اندلع في السيارة وشهدت أشلاء في المكان، تبين بعد فحص الحمض النووي أن جميعها تعود إلى زيدان، وسارعت وحدات الجيش إلى تطويق مكان الانفجار وطلبت من المواطنين إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف لنقل المصابين. مقتل فتح زيدان أثار بلبلة في منطقة صيدا، وقد طلبت المدارس من ذوي الطلاب الحضور لاصطحاب أولادهم، فيما أقفل عدد كبير من المحال التجارية وسجل استنفار مسلح لحركة فتح داخل مخيم عين الحلوة، خصوصا وأن الانفجار وقع في منطقة خارج المخيمات وتتمتع بإجراءات أمنية مشددة ونقاط مراقبة. القيادات الفلسطينية في لبنان سارعت إلى وضع الحادث في خانة استهداف المخيمات الفلسطينية والرد على الاجتماع الأمني، واعتبر قائد الأمن الوطني في لبنان اللواء صبحي أبو العرب أن هذا العمل الإجرامي لتوتير الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية والجوار. هو كان في اجتماع أمني بالمية ومية لتحسين وضع الأمن داخل المخيم المية ومية، وكان في اجتماع مع أمين سر منطقة صيدا، كانوا ناطرين على اتصال مباشر يعني، والقدر سبقه يعني الله يرحمه. في ناس كتير بناوي تفجر الأوضاع داخل المخيمات الفلسطينية وإلها مصلحة لتهجير شعبنا وأهلنا لطمس الهوية الفلسطينية وحق العودة.
في ناس كتير لها مصلحة بهذا الموضوع. حركة حماس في المقابل استنكرت على لسان مسؤولها في لبنان علي بركة عملية الاغتيال، متخوفة من أن تكون جزءا من مسلسل لإشعال فتنة داخل المخيمات، ودعا إلى ضبط النفس، فيما وصف مسؤول فتح في عين الحلوة ماهر شبايطة عملية الاغتيال بالجبانة. الوضع الفلسطيني والوضع الفتحاوي متماسك، على الفصائل الفلسطينية أن تأخذ دورا واضحا وموقفا واضحا، كفانا بيانات استنكار، كفانا عدا لشهداء فتح، عليهم أن يأخذوا دور، وإلا نرى مخيم عين الحلو والميومية وسيلتحق بمخيم نهر البارد ومخيم اليرغ. النائب بهي الحريري التي أجرت اتصالات هاتفية بعدد من المسؤولين الفلسطينيين لمتابعة التطورات استنكرت جريمة الاغتيال، واعتبرت أنه استهداف آثم لأمن صيدا والمخيمات ولإرادة أهلهم بالاستقرار. وأكدت الحريري أن المطلوب هو قطع الطريق على كل من يحاول استدراج الشعب الفلسطيني إلى آتون اقتتال داخلي أو مع الجوار. مجددا، أجل مجلس الوزراء ملف أمن الدولة بسبب استمرار الخلافات، وسط تأكيد بطرح الملف في الجلسة المقبلة قبل مناقشة أي أمر آخر. التقرير لربيع شنطوف. لم تغب الخلافات عن جلسة مجلس الوزراء، لكن إيقاعها كان مضبوطا بفعل سحب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مجددا فتيل صاعق ملف أمن الدولة، فيما برز التوافق على البند المتعلق بأمن مطار رفيق الحريري الدولي بعد الكشف عن تحذيرات دولية من مغبة وقف الرحلات إلى المطار. الموافقة على التقرير الفني للجنة المشكلة والذي حدد الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات وفق ما يلي: ألف، تقصير المهل حتى 15 يوما باعتبار أعضاء في لجنة فض العروض ممثلي الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة. وفيما حضر ملفا الانترنت غير الشرعي والإتجار بالبشر من باب رمي الكرة في ملعب القضاء، تمت الموافقة على طلب تجديد مفاعيل المرسوم المتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات، والترخيص لها باستقبال وإعادة البث التلفزيوني، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية. إلى الاثنين أرجع البث بملف أمن الدولة الخلافي، وسط تمسك كل طرف بموقفه، ما يطرح تساؤل عن مصير الجلسة المقبلة التي تأتي بعد مشاركة الرئيس تمام سلام بالقمة الإسلامية في اسطنبول، وبعد استقباله نهاية الأسبوع الرئيس الفرنسي، وفي اليوم نفسه لموعد جلسة الانتخابات الرئاسية. من السراي ربيع شنطف، تلفزيون المستقبل. دعت كتلة المستقبل النيابية حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر إلى فك أسر الجمهورية والطلب من وبهما التوجه إلى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس لإنهاء الشغور في موقع الرئاسة. أدانت كتلة المستقبل النيابية العملية الإرهابية التي أدت إلى اغتيال مسؤول حركة فتح في مخيم الميومية فتحي زيدان في صيدا. الكتلة وخلال اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة النائب سمير الجسر أشارت إلى أن الدولة اللبنانية محرومة من ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بفعل السلاح غير الشرعي، وتعتبر الكتلة إن أي اعتداء على الأمن في لبنان يعتبر اعتداء على جميع اللبنانيين وسائر المقيمين، واعتداء على الدولة المحرومة من أن تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها كافة بفعل السلاح غير الشرعي. انتهى البيان. الكتلة أعربت عن ارتياحها وترحيبها بالحكم المبرم الذي صدر بحق المجرم ميشيل سماحة. الحكم حمى القضاء والعدالة وحمى لبنان والمؤسسات، كما أن الحكم الصادر بحق المجرم سماحة استوفى الحق لنضال الشهداء وتضحياتهم، وعلى وجه الخصوص الشهيد وسام الحسن. الكتلة توقفت أمام أهمية الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر والنتائج التي أسفرت عنها. وقد شكل القرار بإقامة جسر الملك سلمان الذي يربط بين السعودية ومصر خطوة متقدمة ورائدة على مسار التكامل الاقتصادي
والإنمائي المطلوب الاستمرار بتعزيزه وتنميته بين الدول العربية كافة. كتلة المستقبل أكدت ضرورة معالجة أزمة مؤسسة أمن الدولة والكشف عن فضيحة الإنترنت غير الشرعي. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي منحه وسام الجمهورية ووصف سياسة العاهل السعودي بأنها صمم أمان بالنسبة للمنطقة. من جهته اعتبر خادم الحرمين في كلمات مقتضبة أن الوسام التركي تكريم للمملكة حكومة وشعبا. بإجراءات استثنائية استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المجمع الرئاسي بأنقرة، حيث رافقت فرقة الخيالة العاهل السعودي من أول طريق المجمع الرئاسي حتى وصوله إلى أبوابه حيث كان الرئيس أردوغان في استقباله. وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بخادم الحرمين، وعزف النشيد الوطني للبلدين قبل أن يستعرض الملك سلمان حرس الشرف ويصافح رئيس الوزراء التركي والوزراء وكبار المسؤولين. بعدها عقدت قمة بين الزعيمين رحب خلالها الرئيس التركي بالعاهل السعودي ومنحه وسام الجمهورية التركية أرفع وسام في البلاد، وأشار إلى أن تركيا تعتبر سياسة الملك سلمان صمام أمان للمنطقة. كارديشيم ديالي دوستوم خادم الحرمين الشريفين. أخي الملك سلمان، كنتم صمام أمان للاستقرار والرخاء والأمن في منطقتنا التي تشهد أزمات كبيرة بفضل إدارتكم الحكيمة. زيارة الملك سلمان لتركيا تعتبر رسالة قوية وذات معنى كبير جدا للعلاقات بين البلدين الشقيقين. بدوره أعرب خادم الحرمين عن شكره للرئيس التركي على هذا الوسام. أود أن أعبر عن شكري وتقديري لتقليدي هذا الوسام الكبير الذي يعتبره ليس تكريم لي فقط، لكن للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. إن هذا التكريم يجسد عمق العلاقات والصداقة بين بلدينا وفي أساسها دين الإسلام الحنيف. وشكرا. ومن أنقرة سينتقل العاهل السعودي إلى اسطنبول لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي في 14 و15 من الشهر الجاري. وفي اسطنبول باشر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اجتماعهم التحضيري للقمة المرتقبة والتي ستناقش جملة من الملفات الإقليمية والدولية، إضافة إلى الطلب الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية. تحضيرا لقمة دول منظمة التعاون الإسلامي المقررة يومي الخميس والجمعة في مدينة اسطنبول التركية، بدأ اجتماع وزراء خارجية المنظمة لمناقشة جدول أعمال الدورة 13 للمؤتمر التي تنعقد تحت عنوان الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام. وأفادت تسريبات إعلامية بأن أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال هو طلب خليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية على خلفية نشاطاته في عدد من الدول العربية. وفي مستهل الاجتماع الوزاري التحضيري تطرق وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو إلى الملف السوري داعيا إلى وقف الجرائم بحق المدنيين. حان الوقت لإنهاء المعاناة في سوريا، نحتاج لبذل كل جهد ممكن من أجل إعادة السلام إلى سوريا، ومن الواضح أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بوجود الأسد الذي يرتكب الانتهاكات بحق شعبه ويعزز الصراع الطائفي. ونأمل أن تتحقق عملية الانتقال السياسي وفقا لمتطلبات الشعب السوري بناء على اتفاق جنيف في أقرب وقت ممكن. ويناقش الاجتماع الوزاري على مدى يومين الوثائق الختامية المقدمة للقمة الإسلامية الخاصة بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وحالات النزاع في العالم الإسلامي والهجرة ومكافحة الإرهاب والتطرف، إلى جانب الأوضاع الراهنة في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان والصومال ومالي وجامو وكشمير والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول الإسلامية التي تشهد نزاعات، على أن ترفع التوصيات والمقترحات بشأن تلك القضايا إلى مؤتمر القمة الإسلامي. بعد الفصل تتابعون. السيسي يستقبل بري في القاهرة. أهلا بكم من جديد. شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان مهما كلف الأمر. كلام السيسي جاء خلال استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تمنى توفير الدعم العسكري للجيش اللبناني.
على مدى ساعة كاملة اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يزور القاهرة. اللقاء الذي استعرض العلاقات بين الجانبين أكد خلاله السيسي دعم لبنان وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية مهما كلف الأمر، لأن هذا الاستحقاق أكثر من ضروري، كما عبر عن ارتياحه للحوار الوطني الذي يشكل حماية للبنانيين. في المقابل تمنى بري على الرئيس المصري العمل من أجل توفير الدعم العسكري للجيش اللبناني، بما في ذلك السعي إلى إعادة العمل بالمساعدات السعودية للجيش، كما أكد أهمية الحوار العربي والتقارب بين إيران والسعودية وانعكاسه الإيجابي على المنطقة. وكان بري التقى والوفد المرافق رئيس الكنيسة القبطية البابا توادروس الثاني وأجريا جولة أفق حول التعايش الإسلامي المسيحي وخطر الإرهاب الذي يهدد الجميع. في إطار زيارته لبنان، زار نائب رئيس سيراليون بيت الوسط حيث استقبله الرئيس سعد الحريري بحضور وفدين من كلا الجانبين، كما التقى الوفد الرئيس تمام سلام ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط. استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط نائب رئيس جمهورية سيراليون فيكتور فوه، وعقد معه اجتماعا حضره وزير خارجية سيراليون ساموراي كامارا ووزير الإعلام والاتصالات محمد بنغورا والقنصل الفخري لسيراليون في لبنان دونالد العبد وأعضاء الوفد المرافق ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنواب سمير الجسر وزياد القادري وجان أونغاسبيان والنائب السابق الطاس خوري ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري والسيدان عبد اللطيف الشماع وعاطف ياسين. وتم خلال الاجتماع عرض للأوضاع العامة وللعلاقات الثنائية وكيفية تطويرها في مختلف المجالات. ثم أقام الرئيس الحريري مأدبة غداء على شرف الوفد، تم خلالها استكمال مواضيع البحث قبل أن يقوم بعدها بجولة مع الضيف على أرجاء وسط بيروت، حيث أطلعه على معالم الوسط ومحتوياته والتصاميم التي اعتمدت في إعادة إعماره. البحث في آلية تفعيل العلاقات بين البلدين حضرت أيضا في السراي الحكومي، حيث استقبل الرئيس تمام سلام وفد سيراليون. وكان الوفد زار الرئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط في كليمنسو، في حين أقام قنصل سيراليون دونالد العبد عشاء تكريميا في فندق الفور سيزن على شرف الوفد بحضور عدد من الشخصيات. في بيت الوسط استقبل الرئيس سعد الحريري الوزير السابق شار رزق وعرض معه الأوضاع العامة من مختلف جوانبها، كما التقى الرئيس الحريري وفدا من جمعية تمنى برئاسة نائبة رئيسة الجمعية ثريا بربير التي قالت إن الجمعية تعمل منذ 10 سنوات وقد حققت حتى الآن 1500 أمنية للأطفال، وقد جئنا لشكر الرئيس الحريري على دعمه لنا طوال هذه الفترة وقدمنا له درع تقدير للمناسبة. نقل الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح عن رئيس التكتل النائب ميشيل عون أن لا أحد يستطيع أن يعبث بالميثاق، مشيرا إلى أن الأفرقاء السياسيين أجمعين بأن عليهم التعب من موضوع الاستحقاق الرئاسي لا سيما تيار المستقبل حسب تعبيره. أعلن الرئيس السابق لبلدية زحل أسعد الزغيب ترشحه لرئاسة البلدية بدعم من العائلات وأحزاب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب وتجمع زحل العام، مطلقا جملة تعهدات بتركيز العمل من أبرزها تفعيل المرافق الأساسية في النطاق البلدي. نعمل على تشكيل فريق من الكفاءات الزحلية لخوض الانتخابات البلدية المقررة في أيار تحت شعار إنماء زحل لتعود المدينة رائدة التطور والحداثة تعويضا عما فات خلال السنوات الماضية. تتابعونا بعد هذا الفاصل. ثوار حلب يصدون هجوما للنظام ودينستورة من طهران عشية محادثات جنيف. أهلا بكم من جديد. أخلت السلطات الهولندية جزءا من مطار العاصمة أمستردام إثر ورود تحذيرات أمنية، هذا وأفادت معلومات بأن القوات الأمنية اعتقلت شخصا مشبوها بالمطار. من جهتها نشرت إدارة المطار أن غلق جزءا من المطار لن يؤثر على حركة الطيران. تصدى ثوار حلب لهجوم شنته كتائب الأسد والميليشيات الموالية لها على تلة وبلدة العيس الاستراتيجية، وذلك عشية الجولة الجديدة من محادثات جنيف للسلام والانتخابات البرلمانية التي دعا إليها النظام ووصفتها واشنطن بغير الشرعية.
عشية الجولة الجديدة من محادثات جنيف للسلام بين النظام والمعارضة السورية، كثفت كتائب الأسد قصفها الجوي والبري للعديد من الجبهات ولا سيما في حمص، إضافة إلى شنها هجوما على تلة وبلدة العيس الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي. وقد سجلت اشتباكات عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات المساندة لها انطلاقا من بلدات برنا وتليلات إلى مدخل العيس، أدت إلى مقتل أكثر من 50 عنصرا في صفوف النظام والحرس الثوري الإيراني. في المقابل سجل تحطم مروحية قتالية روسية ومقتل طياريها في ريف حمص، وقد أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن المروحية لم تتعرض لإطلاق نار قبل تحطمها، فيما تم نقل جثتي الطيارين إلى قاعدة حميميم الجوية. الوضع الأمني المتردي والذي بات يهدد بانهيار الهدنة جاء عشية الانتخابات البرلمانية التي ينظمها النظام السوري، والتي دعت المعارضة السورية والمجلس الوطني الكردي الناخبين إلى مقاطعتها تصويتا وترشيحا. أما واشنطن فأكدت عبر المتحدث باسم خارجيتها مارك تونر أن إدارته لا تنوي الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات لأنها غير شرعية ولا تمثل إرادة الشعب. تزامنا يواصل الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الإعداد لمحادثات جنيف، حيث زار طهران والتقى نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي أبلغه بأن تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا قد يضر بمحادثات السلام. تزامنا أعربت فرنسا عن قلقها من تجدد أعمال العنف في سوريا في الأيام الأخيرة، محذرة من عواقب هجمات النظام والأفرقاء الداعمين له في محيط حلب والغوطة الشرقية والتي تهدد اتفاق وقف الأعمال العدائية. أفادت المعلومات عن سقوط 4 قتلى جدد لحزب الله خلال مشاركتهم كتائب الأسد في المعارك ضد الثوار، والقتلى هم محمد خليل من شحور وجعفر ياسين من مجد السلم ويوسف خازم من البزورية وعلي أحمد حمود من بلدة بيت ليف. أرجأ البرلمان العراقي إلى الخميس المقبل التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وسلم العبادي رئيس البرلمان سليم الجبوري وقادة الكتل النيابية لائحة بأسماء 14 مرشحا لدرسها قبل التصويت عليها. في المقابل رفضت كتلتا إياد علاوي ومقتدى الصدر هذه التشكيلة باعتبار أنها تشكل عودة إلى المحاصصة المرفوضة. لأن تذكيرهم بالعناوين: تواصل التحقيقات في اغتيال زيدان والجيش يعيد فتح الطريق المؤدية إلى مستديرة الأمريكان. جلسة الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله تشدد على أهمية انعقاد الجلسات التشريعية وضرورة التوصل إلى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني. الرئيس التركي يصف سياسة الملك سلمان بن عبد العزيز بأنها صمام أمان للمنطقة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. بقول له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.